فيديو النهاردة كده، حبيت أعرض شوية زواحف منهم تعبان البروميس، طبعا الطفل الهايبو اللي في ايدي الشمال دون ورا الصحراوي، واللي على دراع اليمين مجموعة متنوعة من التعبين أبو الصيور، وفي الأرقم الصحراوي، وفي أزارود طبعا، ده التمساح النيلي. يعني عمره تقريبا كان داخل على 9 شهور، متروض وهادي ما بيعضش. طبعا الحاجة لما تكون هادية كده تبقى من نوادر. دول الورد الصحراء ومجموعة التعبين هما. وهعمل لكل حاجة فيديو لوحدها بإذن الله يعني قريب. وطبعا التعبان اللي هو البروميس ده عندي كبر، وهبقى انزله فيديوهات. انا حجمها ما شاء الله دلوقتي كبر عن كده كتير.